وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم القوات المشتركة ماجد الشعيبي. ماجد، انطلقت معركة صمود الجبال ولديها أهداف كبيرة، أبرز هذه الأهداف التي تحققت إلى الآن. طبعا القوات المشتركه تعمل تقاتل اليوم على اكثر من محور. اما المحاور هي تعتبر مريج والازارق، وخلال اليومين الماضيين فقط القطاعات التي تقدمت في محور تعتبر بشكل كبير بما يقارب 10 كيلو مترات، وخلالها طهرت مناطق شاسعه وصولا الى منطقه الفاخر بعد تمكنها من تحرير شخط وما جاورها. واليوم تقوم بتطهير وتنشيط المواقع المحيطه بالفاخر بعد تمكنها من تحرير شخط وما جاورها. نعم، أين القوات الحكومية الآن بالضبط؟ القوات الحكومية والقوات الجنوبية المشتركة موجودة على الميدان وتقاتل في أكثر من محور، وصلت إلى أطراف منطقة الفاخر وتحرير المساحة الشاسعة. واليوم بصدد نقل مسرح العمليات العسكرية من الضالع إلى محافظة إيد في إطار معركة صمود الجبال التي اعلن عنها التحالف العربي والقوات المشتركه. نعم، تقييمكم لمستوى سير المعارك والتقدم المحرز الى هذه اللحظه؟ طبعا المتابع لمجريات الحرب في الضالع سيلاحظ ان المقاومه استطاعت ان تحتل مساحه او تستعيد مساحه واسعه من المدينه الفاطمه، وتفتت ميليشيا الهرمسي خسائر فادحه في منطقه حجر. هناك معارك عنيفه وكذلك في مريج، لكنها بالطبع هي معارك دفاعية، وفي الأثناء توقع العشرات من القتلى والجرحى في الشمالية. ومن المتوقع بعد تحرير كامل المناطق عتبة أن تنتقل فائض القوة من المديرية إلى محور دم لاستكمال تحريرها بالكامل. أيضا هناك محور الأزارق جنوب غرب المحافظة، تعتمد كل المقاومة المشتركة من تحرير وتأمين كامل المديرية بعد مواجهات عنيفة شهدتها جبهة طورصة. اعتقد ان المقاومه حاليا تتوجه لتحرير المنطقه المحيطه بهذه المديريه، وحاليا تخوض معارك عنيفه في مناطق شاسعه تابعه اداريه مديريه ماويه تابعه لمحافظه تعز. نعم ماجد، كم هي المسافه التي تفصل المقاومه عن منطقه الفاخر؟ حوالي 2 كيلو متر فقط، يعني لا اكثر. احنا كنا هذا طيب في زيارة إلى مديرية شخب، وشاهدنا ولاحظنا يعني حجم التقدم الكبير الذي حققته المقاومة الجنوبية المشتركة هناك، وشاهدنا اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة ضد الميليشيات الحوثية. أعتقد أن المعركة التي انطلقت وأعلن عنها التحالف خلال اليومين الماضيين من شأنها أن تغير موازين القوى العسكرية على أرض الميدان وأن تحقق كامل أهدافها، وتنتقل المعركة بعد أن تؤمن كامل محافظة الضالع ومنطقة ومديرية عتبة إلى قلب محافظة إد. نعم، المتحدث باسم القوات المشتركة ماجد الشعيبي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.